وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. أيها السادة، لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل. السنيورة جاكلين. السنيورة جاكلين مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة عن قصة ليلى جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي ومحمد الناجي. تنفيذ الإخراج حميد زيان. السنيورة جاكلين اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري. الحلقة 11. بقى ما حكمها. قالت لها حشومة تقالي يا هاد البنت وتبتي الرزانة والمعقول لبدا يكون. ايوا على خطرة تخليها حداها. لا لأنها بيت مسكين بلا ناس. مسكينة نجوى والله إلا بقات في قلبي خليتها غادية تفرقع. سعيد سعيد وقف وقف وقف. عندك سعيد ما خذ لي من ديالك. خذ وقف غير بشوي. مرحبا بكم في قناه المحيط المسلسلات الاذاعيه المغربيه. الم كبير من الصباح هو كيعصر في قلبي. الم فين اجي؟ هنا. بلاتي نشوف هنا. فهاد جات لي من لتحت هنا. اي هنا. ارجع الله خلينا نسوق. رجع ربما المسرانه الزايده الالم ديالها فظيع. مول في ساعه كيزورك من مده طويله وكيمشي. قلت ربما ريح. ايوا لازم نتاكدوا منه. هاد الالم ماشي طبيعي، ضروري تمشي للمستعجلات. جلال كتعرف تسوق؟ غتخيتي البيرمي داك العام ما كنتيش كتعرف. ايوا الواحد مخصوص يضيع الوقت. الله يجعل البركه في خير السعيد. علمني وقف معايا حتى دوزت. ايوا ما تخافش. رجع اللور كنسوق مزيان. ما تعذبش يا سي جلال، دابا يدز الحريق ونكملوا الطريق. ارتاح سيدي مع راسك. ما يمكن شاي تسوق وانت في هذه الحاله، وغتقدر تسبب الراس كلنا لا قدر الله في شي كارثه. اجي في حالك. رجع اللور. ايوا كون كتسمع شويه. اي هو الاول. الله عندك الحق. الم فظيع هذا. جلال قبل ما ندوزوا للدار وقف عند اول مستشفى اطمئنوا على السعيد عاد نمشيو. لا خويا لا، الدار بعدا هو الاول اللي يمشيو يدخلوا علينا. نعلموا ما سيدي نعملوا لهم تليفون. فكرتيني، فين هو داك الساكوش ديالي الصغير؟ راه قدامك. هذاك ديالك؟ ما عمرو كيفرقني، فيه الاوراق وبعض الادويه البسيطه، مسكنات وغير هالطوارئ. ياه تعلمتي هاد القاعده هناك؟ ايوا احتياط مزيان، صداع الراس، برد بسيط، طريق وحاجات من هاد النوع، جرح وغيره. الحياه هذه الاخت وكثير شيء في الاصفار او لا. ايه معاك الحق. داك النهار كنا في الفيرمه وجرحت لي يدي بواحد من جل مصدي، وليت كان عمر الجرح بالرماد والتراب وتعدمات لي اليد. ها هي تقول لك نجات. هي تمحن مسكين. ايه ومود وانا كنعاني منها. الجرح تعفن تماما. وضربتي لي برا؟ طبعا حتى مشى عند الطبيب. علاش كنقلب؟ دير اش هاد الحبوب؟ مسكينات تتهدل الحريق شويه على ما نوصلوا للطبيب. كاينه شي قرعه الماء؟ الماء والو خويا والو. وتقول او مسافرين وحتى قرعه الماء ما تعملوش قدامكم. الطوارئ ياك. واه محتاجين هذا. عندك الحق، كل شيء كيحتاج. ايوا مع هاد الخلا فين حنا فين غادي نلقاو الماء؟ حنا لا قرابين نوصلوا لواحد البومبات ليسانس في الطريق. ايه زدتكم حتى بالهم ديالي حتى هو. ما كاين بس ايوا ما تقلقش السي سعيد، ما تقلقش. هادشي كيوقع. الو ايه وي صافي دوزور ميرسي عمدرا. ايوا هادي دابا ساعتين باش وصلت الطائره من باريس. كان المفروض يكونوا هنايا هادي ساعه على الاقل. يمكن تخسرت السيها في الطريق. ايوا عندك تكون وقعت لهم شي حاجه لا قدر الله. مسكينا لالا فالله ولا فلك. ما عندك علاش تقلقوا، الغايب حجتو معاه. ما يكون غير الخير، يمكن دازو يرتاحوا في قهوه. ايوا ولكن على الاقل يتصلوا بنا بالتليفون. الله يهديهم هاد ولاد اليوم، ما كيقدروش المسؤوليه نهائيا. عندك الحق عمي، الدنيا عندهم هانيه. ايوا ما تزيدوش فيه،
لا قدر الله ملي كنكون كتوقع شي حاجه او حادثه، اول حاجه كيعلموا حبابه اهل الناس اللي غادي. صافي صافي صافي، واه نصبروا شويه، دابا تشوفهم جاو، راه الا تفشات غير الرويضه راه خاصها على الاقل ساعه باش تركب. ايوا ما تعملنيش اي من الحبه قبل الله يهديكم. واه جري 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 شوف شكون، الله يسمعنا خير. الو شكون؟ جمال وفينكم؟ احنا مهورين عليكم، شكاين ليك لاباس؟ سعيد؟ مال سعيد؟ ها؟ مستشفى؟ مستشفى؟ أوين استغفر الله العظيم. أنا لا سكتينا. الو جمال. أميمتي أميمتي سعيد في المستشفى، هذا شي كسيبة هذه؟ الله 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 على رجلي مسيتي. أنا لا سكتينا. فين هذه؟ هاي هاي أجي من هنا، أجي من هنا بلا غوات. ويلي واه مع السلامة. خليونا نعرفوا بعدا اش وقع، شوية ديال الصبر الله يهديكم. يا دغيا دغيا مع السلامة. ما تخلعوش ما تخلعوش، غير شي وجع قبض السعيد في الطريق ودوزوه للمستشفى، راه غادي يجيهم دابا شوية غير تهدنوا. لا 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 هذا الشيء فيه ما فيه عزيزي، والسعيد حتى هو ماشي معاهم ياك عزيزي ياك. لا لا السعيد السعيد غادي يمكن يبقى في المستشفى، يمكن يمكن يجي ما نعرف ما نعرف. انا فعارك عزيزي انا فعارك، ما تخبي لي والو الا ما تغير قولها لي، انا فعارك عزيزي. اسمع اسمع يا بنتي اسمعي، الله يهديك اللي قال لي جلال راني قلت لك ما غاديش نخبي عليك وحتى حاجه ما كتخبى. واش موالف راجلك السعيد كيتسلط عليه شي وجع قوي؟ ايه وكثير شي في الايام الاخيره. وما مشاش للطبيب؟ لا لا كياخذ الزعتر والكمون حتى كيدوز الحريق وصافي. ويلي استغفر الله العظيم على الزعتر والكمون. لا حول ولا قوه الا بالله، وما يمشي شي قلباش عنده، وهذا غلط. هذا الالم ما هو غير انذار كيتعلم به الانسان باش يمشي قلباش عنده قبل ما يفوت الفوت. و... وعمره ما قال لك حتى شي حاجه يعني، كوراني ديتو على الاقل بنفسي على شي طبيب ولا شي كلينيك. لا 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 هذا 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 غلط كبير، هذا هذا غلط. دابا نطلبوا الله ما يكون عنده والو. مزيان مزيان اللي قبطوه حتى يتعرف اشنو عنده ويتعالج. يا لطيف يا لطيف، ما غادي يوقع هذا الشيء غير هذا النهار تزغبي. ايوا المكتب ما منه هروب الا للحجه. من الصباح حبيبتي من الصباح ما يجبروش عنده شي مرض خطير. اطمئني يا بنيتي اطمئني، ما يكون غير الخير ان شاء الله. الو امان. tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse de t'avoir au bout du fil même si ça vient un peu tard hein. Comment vas-tu ma chère? Je m'excuse pour ce retard mais c'est pour des raisons diverses. Allô Alan. لست ادري كيف اعبر لك عن سروري بهذه المكالمه الرقيقه وان تاخرت بعض الشيء. كيف حالك يا عزيزتي؟ تاخرت عنك بعض الشيء لاسباب كثيره، ارجو المعذره. خير ان شاء الله، ارجو الا تخفي عني شيئا. لا لا خير خير، لقد تحدثت عنك لعائلتي وهم يقدرون مواقفك معي ويشكرونك كثيرا. يشكرونني انا على ماذا؟ لم افعل شيئا ذا بال استحق عليه الشكر. هذا تواضع في غير محله، على كل حال انك تحتلين في قلوبهم مكانا مرموقا واحتراما كبيرا. صحيح، ارجوك ان تبلغهم تحياتي وتشكراتي. وهم جميعا يشكرونك على هداياك اللطيفه. جيسبيغ افوغ ايتي على هوتور. ني اوكان دوت لا دسو. بون جو سوي اوبليجي دو راكروشي، فوكو جي اي ا لا بروشين تري شير. اوكي ا لا بروشين تشاو. انت هنا وانت هنا وانا كنقلب عليك تليفون ياك. ما هي هي؟ قولي قولي شنو قالت لك؟ شنو قلت ليها؟ ما تخبي عليا خويا حتى شي حاجه، كتعرفني كتعرفني فضوليه. وقولي قولي دغيا. كتعاتبني على لا حيت ما عيط لها حتى اليوم، وانا وعدتها غير نوصل نعيط لها. وكتشكركم حتى هي على الكلام الطيب اللي قلتوا عليها. وطبعا شكرتيها على الهدايا. وكتشكرك انت بخصوص حيت كنت دائما كنتكلم ليها عليك حتى حباتك قبل ما تشوف. ايوا باختصار. ايوا باختصار راكي عارفه بعض المجاملات الضروريه في مثل هذه المناسبات. اختصار فين غادي بهذا الشيء ديالك؟ شنو كتبغي تقولي؟ نهايه هذه المجاملات والعلاقه اللي بيناتكم بصراحه انا خايفه ومؤلمه. مؤلمه؟ انت ما عارف والو. بحالاش فهميني. التعلق اللي متعلقه بك نجوى والمحبه الكبيره اللي كتحبك اهي راه اقل صدمه تصدمها بها يمكن تقضي عليها. الله يديك تانتيا شحال كتهولي الامور. واش انت حمق ولا مالك؟
اللعب بالعواطف بحال لعب بالنار، إلا ظهر منك أبسط نفور يمكن تسبب لها في صدمة عاطفية، يعني من الله كيف يمكن تحملها وهي شعورها رهيف ورقيق وكتعرق خويا. خلينا دابا من هذا الكلام. قال لي الوالد باغي يتكلم معايا في أمر مهم، ما عرفتيش اش من كلام مهم؟ ها ما عرفتش هذا الكلام اللي موجد ليا هو وعمي؟ ما نعرف شي بالضبط شنو تحت راسهم. واليوم في اجتماع عائلي مصغر يمكن لك تعرف كل شيء. اجتماع عائلي، وعرفتي دابا انا كيف كيجيب لي الله؟ كيف كيجيب لك الله؟ بحال شي فلوس فقر بالبيضة، والبيضة قريبة تفقس باش يخرج فلوس للدنيا، وداك الشيء اللي خلاهم يوجدوا لي القفز من البيضة للقفز، فهمتي؟ يا سلام على تفكير عند هاد الناس. من البيضة للقفز، سعداتك وشكون بحالك هذا كله اهتمام سيادتك. بالحق خاصهم يعرفوا باللي انا ما بقيتش داك علال الدريويش الحاني الراس الطائع المطيع. شنو شنو شنو؟ ياك معول على خزيت، يا دابا بغيتي امك تطيح بالعظام وباك يطلع له السكر والطونسيون، راه على سبه هاد الايام. انا في عرك اخويا علال، غير سمع وبلع وخلي هاد العطله تدوز بخير وعلى خير. على حساب حريتي وشخصيتي ومستقبلي ولا هادشي اللي باغي ياك؟ لا لا، انا ما باغيا ليك غير الخير، ولا يني بلا عصبيه ودير بحساب الزمان. حساب الزمان شنو زعما؟ هذا تهديد ولا قراءه الغيب ولا ما عرفتش كيفاش نفسر لك زعما؟ وضحي كلامك، وضحي كلامك اكثر فاش عينيهم. بغيت نقول الزمان والايام كثير ما كتحمل معها مفاجآت وأحداث، ومن الأحسن ما تسبقش الأحداث، خلي الأمور تمشي عادية. يعني اللي فصلوا عليا نلبسوا واللي قالوا نقول آمين، هما يبقوا على خاطرهم وأنا أضرب لي جيحة. خويا كلامك اليوم غريب عليا. خلينا دابا من هادشي، خلينا من بعد هاد الاجتماع العائلي يكون كلام آخر. حتى هذا كلام، ودوز دوز دابا تفطر، راهم كلهم كينتظروا سيادتك. لاباس ونجي. أتتالوغ. مرحبا بكم في قناة المحيط المسلسلات إدهاية المغربية. ولكن على حساب الممرضة قالت بحال هاد العملية البسيطة بعد 3 أيام ولا 4 أيام يمكن نمشي في حالي. ما تصورش السعيد كيف عايش من نهار جيتي. عارف صافي صافي يا السعدية، رجع الله أنا دابا بخير وعلى خير وكل شيء الحمد لله داز بسلام. وخا قال لي يا عزيزي هادشي بقيت خايفة. ما عندك شي مناش تخافي، ديك الملعونة ديال المصرانة الزايدة كانت معذباني مدة طويلة، أنا غير قلبني الطبيب قال لي عندك الزهر غير شوية كانت غادي تفرقع. أويلي شكون اللي كانت غادي تفرقع؟ داك المصران العور. اش كتقول؟ زعما المصرانة الزايدة عندها بزاف ديال السميات، هي عدوها لما كتفرقع يمكن تعرض مولاها للموت إلا ما تعتقش بسرعة. يا لطيف ايوا الحمد لله اللي داز كل شيء بخير وعلى خير. الحمد لله غير ترجع ان شاء الله للدار نخرج الصدقه ونعمل لك الله ونعملو عرس جديد وندبح لك كبش ونسميك سميه جديده. لا 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 لا, لا انا سميتي ما نبدلها شيء، لا لا ابدا، السعيد ما كاين شيء ما احسن منها. سميه عجباني، عرفتي علاش؟ حيت كتفكرني ديما في السعدية. يا لطيف دازت عليا ايام ناقصة. ايوا على محال، هادشي كان مقدر ومكتوب. قول لي ما داز عندك حد اليوم؟ لا 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 ابدا، انت الوحيدة اللي جيتي، ربي يخليك ليا. ماشي بعيد يدوز لعندك جلال وعلال في هاد العشية، المهم خليتك على خير، شغلات كثيرة. ايه والدار راها عامرة. ايه راني بزز خطبت هاد الطليلة حيت ما كيهنينيش قلبي حتى كنشوفك. ربي يحفظك ويخليك ليا. كنت كنظن غادي نجبرك انت اول وحده واقفه كتنتظريني لما نزل من سلم الطائره. ما قلتلكش نجات؟ عارف واخا امي منعتني انا بنفسي ما كنتش باغيه نمشي للمطار. وعلاش؟ اسال نفسك. واخده على خاطرك زعما طير لك من جهتي حيت ما كتبتلكش عشرات الرسائل الملتهبه. بلا تهكم، قل ان اجواء باريس نسيتك فيا وفي خطبتك يا حسره. والله يجيب لي قدر ظروفي واللي قدر شعوري انا. سامحيني يا نجوى، الدراسه كانت واخده لي كل اوقاتي، وما نسيش ان مستواي في اللغه كان هزيل، وباش نقدر نقبط مزيان مع دوك الناس كنت مضطر ناخد سوايع اضافيه لتقويه اللغه زياده على دروس الكليه. المهم هاد المره الله يسامح بدل الموضوع الخوت ماجين. سيدي روميو لالا جولييت جمعوا راسكم
شكون شكون غادي يكون جال عندنا حتى حد ما كيعرف الدار من غير عائلتك؟ العائله ديالي انا عارفه، انا مسافرين، قلت لهم غادي نبركوا في السفر شهر كامل. نمشي نشوف شكون. اشكون؟ اصبر اصبر. امي يا زيد يا ماما. يا مساكم يا على سلامتكم. يا الله يا الحاج، الا بحال خبرني قلبي باللي جيتو وخرجت في هذا الليل باش نسول العساس العماره، قال لي اليوم عاد جيت. دخلي دخلي بعدا. اش اخبارك؟ اش اخبار بويا؟ كل شيء بخير؟ خوتي لاباس عليهم؟ يا جمعي كل شيء وقولي لاباس. ايوا شحال المزيه في هذا الليل يا كما تولتي على بنتك. يا ما كاين ما يتخبى عليك يا سيد الحاج. واه ولينا عايشين مهددين في قلب دارنا، ساكننا الخوف والرعب. ويلي يا ماما شو وقع؟ يا باك راجل بضعه يا مريض هاو، وبقاوة الخوف ما بقى لا يقدر يخرج للزنقه لا يجلس. هاو مالكم؟ اش كاين مناش خايفين؟ يا ما كاين ما يتخبى يا سيد الحاج. مرتك مرتك الحاجه يا سيدي يا هي وخوتها، يا حتى داك العزيري ديال وليدك كيبقى ما يبقاو، هاو يهجموا علينا في قلب الدار. كيهجموا عليكم نتوما؟ ما عرفت يا سيدي اش بغاو عندنا. ماشي خو المريا ديالك ها دفع لي يا راجلي، يا دفعها بنتي باك مسكين على الماريو كان غادي يصفي له الدبوح هو مسكين مريض يا كله مفعفع. مرحبا بكم في قناة محبي المسلسلات إذاعية المغرب. قام بتشخيص الأدوار الممثلون والممثلات فاطمة بن مزيان، نعيم المشرقي، محمد أحمد البصري، المحجوب الراجي، رشيد الحراق، صفية الزياني، أحمد الناجي، الشعبية العذراوي، عبد الله العمران، بن عبد الله الجندي، محمد رشدي، محمد خدي، حسن مكيات، بشرى وينتي، إكرام، بالاشتراك مع هنية الغاشي، حميد زيان، الحسين الحايل، علي جمال. إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا المسلسل.